قوانين جديدة تعود لمناطق الشمال السوري، وهو قانون رخصة السيارات، وملزم بها كل من يقود سيارة أو مركبة أخرى. رصدنا بعض آراء الناس في الشارع، خلونا نتابع سوى المادة التالية ثم نعود للحوار. لا والله، هلا أنا شايفة بس على الإعلام أنه عم يطلبوا شهادة سواقة ولازم نطلع شهادة سواقة. هلا هاي الفكرة جيدة، إنه في كتير ناس يعني تعلمت السواقة يعني من 2011 وبهالثورة تعلمت، يعني فكرة جيدة، بس ما إنه بهالأسعار المرتفعة جدا، يعني 70 دولار سمعت أنا شهادة سواقة. يا أخي طيب معلش، أنا كشخص سائق تاكسي ومهجر وعندي أجاربي، يعني منين بدي أجيب هذا الحكي 70 دولار مشان شهادة سواقة؟ أي ما أنا بعض الأحيان، والله بعض الأحيان إن شاء الله إنه ما أنا عم طلع 100 ليرة، والله أوقات والله ما طلع 100. أنا مع شهادة سواقة يعني من قبل 2011 مع شهادة سواقة، بس هون لسه ما طلعتها ولا تعرض لأي مخالفة ولا شرطي وقفني ولا أي شيء. بس عم بيقولوا إنه في شهادات بس مبالغ يا لطيف، ما معه 70 دولار واللي معه قال 25 دولار، يعني الله يفرج. انا معي شهاده سواقه تركيه، لحد الان ما صار عندي اي مشكله بموضوع الشهاده. اذا تم طلب مني انه اعادل الشهاده التركيه بشهاده سوريه اكيد راح اكون جاهز. لحد الان ما تخلفت في هذا الموضوع، وما بعرف، نحن بس عم نسمع من ناس انه ممكن يصير في شهاده سوريه الزاميه. أنا معي من 2011 شهادة سواقة الحمد لله رب العالمين، ومخالفات ما أكلت الحمد لله رب العالمين، لا دور النظام ولا هلا لله الحمد. هون لا، ما ولا بدي إياها، لأنه ما ليش لفيها، ما حدا معترف عليها، زبروا على عفرين ما حدا معترف عليها الشهادة، هي اللي اعترفوا فيها لحتى نحط لها 50 دولار ونجيبها بس. ما وبيسعدني رحب بضيفي المهندس فاروق شعار، مدير مدرسة الأوائل لتعليم القيادة لقيادة السيارات من إدلب. أهلا وسهلا فيك أستاذ فاروق. الله يسلمك يا ابتسام، أهلا وسهلا فيك وبمشاهدين قناة حلب اليوم. بس للتصحيح، فاروق شعار وليس فاروق شعار بعد إذنك. عفوا. في البداية لو تحكي لنا لمحة عن آلية استخراج رخصة قيادة. طبعا استخراج رخصة قيادة يمر بعدة مراحل. بداية يجب أن يخضع الطالب رخصة القيادة لدورات تعليم قيادة مركبات في مدارس السواقة الخاصة اللي تم استحداثها بالتعاون مع المؤسسة العامة للنقل. مراحل استخراج رخصة القيادة، طبعا الطالب رخصة القيادة أولا يجب أن يكون مطبق السن القانوني، وهو 18 عام لطالبين رخصة القيادة الخاصة للسيارات و17 عام للدراجات. أن يكون سليم عقلياً، وهذا يتم من خلال بعض اختبارات الأسئلة تسأل للطالب رخصة القيادة ومقرر سلامته العقلية. ثم أن يكون جيد القراءة والكتابة، هذا موضوع مهم لأن الفحوص النظرية تكون مؤتمتة، وهذا يحتاج أن يكون الطالب الرخصة يجيد القراءة والكتابة. بعد ذلك يخضع إلى دورة إعداد. هذه الدورة تضمن قسمين، نظري وعملي. القسم العملي يتضمن تعليم القيادة ابتداء من آلية الركوب خلف المقود وانتهاء بآلية النزول من السيارة. كل مراحل تعليم يعني بما يخص قيادة السيارة. وقسم نظري يختص بتعليم السائق أو طالب الرخصة، آداب السير، قوانين التي يجب أن يلتزم بها، الواجبات المناط به والمحظورات التي يجب عليه عدم اتباعها أو عدم القيام بها، بالإضافة إلى كيفية قراءة إشارات المروري، الشاخصات المرورية التي تساعده في أن يكون سائق الذي نطمح بالوصول إليه، السائق المثالي. أستاذ فاروق، ما أهمية الحصول على شهادة القيادة؟ في عنا فترة زمنية، نحن منذ انطلاق الثورة السورية لتاريخ هلا، في عنا فئة من الشباب حرمت تعليم قيادة المركبات. فكتير مهم حتى يحصل الإنسان حتى يقود السيارة يجب أن يكون لديه رخصة قيادة طبعا، وكتير مهم يكون متدرب في مدرسة. ليش؟ لأنه القيادة فن وعلم. مو كل إنسان يركب ورا المقود وسائق سيارة هذا اسمه سائق، أكيد لا. نحن بنطمح لنوصل للسائق المثالي الذي يخفف مع أقرانه من مرتادي أو من مستعملي الطريق، التخفيف ما أمكن من حوادث السير والتي تفضي أحيانا إلى الموت أو لإعاقات دائمة.
فأهمية الحصول على رخصة سير يخفف عنا حوادث سير كثيراً. تعليم أو يعني توجيه طالب الرخصة على ما هي الواجبات المناطة به، ما هي المحظورات التي يجب أن لا يقوم بها أثناء القيادة، قراءة الإشارات المرورية بشكل صحيح، وهذه يجب أن تطبق بشكل عملي أثناء القيادة. تفضل. حسب معلوماتك كم تبلغ تكلفة استخراج رخصة القيادة؟ بالنسبة لكلفة استخراج القيادة، هناك رسوم تدفع للمؤسسة العامة للنقل أو مديرية تعليم قيادة المركبات لكل فئة، فهو مبالغ قليلة نوعا ما. فئة الدراجة والسيارات ذات الاستعمال الخاص أو ذات الاحتياجات الخاصة $5، الفئة الخاصة الأوتوماتيك والعادي $10، والفئة العامة $15. طبعا هذه الرسوم التي تأخذها مديرية أو مؤسسة العامة للنقل، يضاف إليها الأجور التي تأخذها المدرسة التي تعلم هذا الشخص. بالمجمل تتراوح قيمة إصدار الشهادة بين $100 $125، متضمنات الرسوم مؤسسة العامة للنقل والفحص الطبي طبعا. شو هي التجاوزات التي تؤدي إلى حجز السيارة؟ هلا هون صار بقى الحكي في منحى آخر. طبعا نحن أصدرت وزارة الداخلية نشر شرطية مؤخرا في بعض المخالفات التي يمكن موجبها حجز السيارة وغرائم عليه أيضا، من ضمنها الاتجاه الممنوع أو السير في اتجاه طريق باتجاه واحد، الانعطاف بشكل غير قانوني، السرعة الزائدة، في يعني تقريبا المخالفات العالمية هاي اللي تحجز بموجبها السيارة. طبعا أنا ما بحكي هون عن ما تقوم به الجهات أو القوة التنفيذية التي تقوم بالحجز، ولكن أنا على علمي يعني وأعلم بأنه هاي المخالفات يعني الاتجاه الممنوع، الوقوف والتوقف في أماكن غير مسموح فيها يؤدي إلى حجز السيارة وتغريب مخالفات مالية أيضا حاليا. طبعا هيك أستاذ فاروق، لو تحكينا بشكل مفصل شو هي الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة؟ فقط مطلوب هوية شخصية من حكومة الإنقاذ أو ما يشعر بأنه بصم على هوية. هل هناك إجراءات طبية معينة للحصول على رخصة؟ طبعا. هلأ نحن بالنسبة للشخص ذوي الاحتياج الخاص، أول شيء يخضع إلى لجنة طبية، يقرر الطبيب هل بإمكانه منحه شهادة أو لا، ويقرر الطبيب أيضا ما هي السيارة التي يجب أن يقودها. هذا بالنسبة لذوي الاحتياج الخاص. أما بشكل عام الفحص الطبي، فحص العيون أو فحص الدم، يكون بعد الانتهاء من الدورة. أنت ذكرت أنه عم بيكون في اختبارات، لو تحكي لنا لمحة عن الاختبارات وكيف بتتم؟ بعد أن يتم الطالب الرخصة الدورة لمدة شهر، 30 يوم للذكور و45 يوم للإناث، نقوم في المدرسة باختبار مبدئي له. هذا الاختبار يكون في المواد النظيرة والمواد العملية، آداب القيادة، قانون السير، الإشارات المرورية وقيادة السيارة. إن تجاوز الاختبار في المرحلة الأولى في المدرسة اللي عم يتدرب فيها، مباشرة ينتقل الاختبار النهائي والذي يكون عن طريق مؤسسة العامة للنقل، عن طريق لجان مختصة تقوم باختباره في الشوارع، في شوارع المدينة نفسها وفي أماكن خاصة تحددها المؤسسة. إن تجاوز الاختبارين النظري والعملي، النظري مثل ما قلت لك ما يخص آداب السير وقوانين السير وإشارات المرور وبعض الدروس الميكانيكية الخفيفة التي يحتاجها السائق، والاختبار القيادي بناء عليه إن نجح في الاختبارين يحصل على الإجازة، وإن رسب في قسم يعاد في دورة لاحقة. تمام. هلأ شو هي آليات العمل على الشهادات لتكون شهادات معترف فيها؟ هذا ما بقدر جاوبك فيه. نحن نتمنى أن يكون الشهادات معترف فيها على مستوى مثل ما كنا سابقا، مثل أي شهادة بتصدر في أي دولة، ولكن هذا شغل الحكومة. نحن وأنا غير قادر أن أتكلم عن الحكومة، بس بتوقع في شيء من هذا الحكي أنه بدها تسعى الحكومة دائما يعني تعطي الصفة العالمية لأي شيء بتقدمه في المناطق المحررة، مو بس على مستوى السواقة، إن شاء الله على مستوى التعليم كمان إن شاء الله.
هل هناك نسبة من النساء عم تتقدم لاستخراج هاي الرخصة؟ طبعاً وأكثر بالرجال حالياً. في نسبة نساء كبيرة جداً. طبعاً نحن المؤسسة العامة للنقل مشكورة أنه حدد أنه الدورات النسائية بتكون فقط الكادر التدريبي نسائي، كل ما يختص بالنساء كله نسائي. طبعاً نحن ظروف المجتمع والموجودة عنا البيئة اللي نحن عايشين فيها، فكان هذا دافع كبير لكثير من النساء تقدم للشهادات، ونسبة كبيرة كثير من النساء تقدم للشهادات وبتعلموا القيادة بشكل أفضل من الرجال لأنهم عم بلشوا من الصفر، وفي حماس طبعاً بالموضوع. أستاذ فاروق، شو بتنصح الأشخاص يلي عم بيقودوا اليوم بدون رخصة قيادة؟ شو بتوجه للنصيحة؟ والله الحصول على إجازة سوق هذا أمر ضروري جداً. يعني نحن الموضوع مشان ما نستهين فيه، في أي لحظة الإنسان بيعمل حادث، والحادث وليد لحظته، يعني ما أكيد هو بيكون ما هو مخطط للحادث، ولكن أنت ما أنك الوحيد في الطريق، في عندك في الطريق مستعملين مشاة، في عندك دراجات، في عندك آليات مختلفة. فلذلك الإنسان يجب أن يخضع لهذه الدورة وأن يحصل على رخصة قيادة حماية لنفسه ولغيره أيضا. يعني السير بشكل عشوائي بالنهاية أكيد ما راح تكون حميدة، وإن شاء الله في المستقبل القريب راح يكون في إقبال كبير على الشهادات، وفي ثقافة مجتمعية بهذا الموضوع أنه الحصول على الشهادة شيء ضروري جدا إن شاء الله. هلأ شو هي المخالفة يلي تؤدي إلى سحب الرخصة؟ أنا حاليا باعتبار ما تم منح أي رخصة لحد هلأ، ما منحت الحكومة أي رخصة لتاريخ هلأ. بلشت المدارس وبصير في دورات وبصير في فحوصات، بس لحد هلأ ما منح أي رخصة، فلذلك ما في قانون لسحب الرخص. طبعا هذا طبعا مرتبط في الحكومة، ولكن ستصدر الحكومة لاحقا أكيد يعني قوانين بعد أن يتم إصدار رخص بنسبة وليكن 60-70%، ستصدر قوانين يسحب موجبها الرخصة أكيد، وهذا شيء منوط في الحكومة طبعاً، القوة التنفيذية الخاصة بهذا الموضوع. كل الشكر لحضرتك أستاذ فاروق شعار، مدير مدرسة الأوائل لتعليم قيادة السيارات معنا من مدينة إدلب. شكراً كثير لك. أهلاً وسهلاً.